Bill, hello there. عشان تتابع أول بأول محتوى القناة يا ريت تعمل سبسكرايب، وما تنساش كمان تدوس على زرار الإشعار. سنة 99 أصدرت ديزني انتراكتيف لعبة طرزان اللي حازت على قبول النقاد لحد كبير. هل يا ترى دلوقتي لو لعبناها هنستمتع بيها؟ تعالوا نشوف الفيديو ده. اللعبة أكشن بلاتفورمر، يعني بتدمج القتال مع تجاوز العقبات والنط من ناحية التانية. وفي الجانب ده فاللعبة متميزة جدا، في اوقات كتيرة هتحس ان اللعبة محاكاة دقيقة لمغامرات طرزان في الغابة، من نط وشعلقة ومرجحة والى اخره، وده لان رتم اللعبة سريع اللي هو عاوز، والتحكم بالشخصية سلس وفي استجابة كويسة. وبجانب كده تصميم المراحل بيعزز التجربة وبيوازن كويس ما بين الصعوبة وسلاسة التقدم في المراحل. بالاضافة لكده اللعبة كمان بتشجعك على الاستكشاف بإضافة حاجات ممكن تجمعها لو انت دورت كويس عليها، وفي اخر كل مرحلة بيوري لك ايه اللي انت بالظبط جمعته وايه اللي كان ناقص لك. بس مع الاسف القتال في اللعبة مش على نفس المستوى، اغلب مواجهاتك مع الاعداء هتقتصر على رمي فواكه، وحتى الخنجر اللي ممكن تستخدمه ضعيف جدا، وبالتالي المواجهات بتبقى الى حد ما مملة ومكررة جدا. مصممين اللعبة اختاروا ان احداثها تتماشى مع الفيلم، وبالتالي اغلب المراحل بتبقى جوه الغابة، وده بيؤدي لاحساس عام ان اللعبة كلها مرحلة واحدة طويلة. بصراحة ده شيء ممل، بس في نفس الوقت يحسب للمصممين ان هم حاولوا يضيفوا تحديات وميكانيكيات تكسر الرتابة، زي الزحلقة على الشجر وركوب الافيال، والى حد ما ده بيحقق الهدف وان كان بالكاد. بالنسبة للانيميشن وتصميم الشخصيات، فبعيننا دلوقتي ما اقدرش اقول غير ان هو مش قد كده، وده مش لان اللعبة قديمة، لان لعبة زي هيركليز مثلا او الادن على السيجا ميجا درايف لحد دلوقتي شكلهم حلو. اظن ديت حاجة تخص اكتر التحول من تصميم الشخصيات من 2D لل 3D في الجيل الخامس، ودي حاجة بنلاحظها في اغلب الالعاب بتاعت الزمن ده. باختصار طرزان موزونة ومتصممة بشكل كويس، لكن مش بتقدم بجانب النوستالجيا تجربة استثنائية او حتى مميزة، وفيها جانب كبير من الملل الصراحة. وعلشان كده اقترح بس انك تجربها لو عاوز تعيش الاجواء ديت تاني.